السلام عليكم. ان شاء الله هاد الحصه غادي نتعلموا كيفاش ناخذوا الباترون ديالنا. الوغ بالنسبه لهذا الموديل اللي درنا غادي تاخدي تقطعي الباترون ديال الظهر هو الاول، وغادي تاخديه على الثوب، ومن بعد غادي تقطعي ديال الامام وتاخديه عاوتاني على الثوب. دابا غادي نقطع ديال الظهر. بالنسبه للسيدات اللي بغا يحافظوا على الدرس ديالهم ياخذوا بلا غولات، يطبقوا هادشي بلا غولات وياخذوا على ورقه واحده اخرى. المهم انا غادي نقطع نيت هاد الباترون، هو مناش ناخذ الموديل ديالي. شنو نبدا بالظهر هو الاول، ثان ناخذ الباترون ديال الظهر، عاد ناخذ ديال الامام. نزيد واحد شويه هكذا. ناخذو كيما هو. بالنسبه للزياده ديال الخياطه راني واخداها في العبارات. دابا من بعد ما خديت الظهر غادي ناخذو على الثوب. الثوب عندي متني على جوج، غادي ناخذ هاد البلاصه كلها قد قد، وغادي ناخذ العبارات ديالي كيما هما وغادي نقطع. من بعد ما خديت العبارات دابا انا تهنيت من الظهر، دابا غادي نقطع الظهر ديالي. دابا ساليت مع الظهر خديته، ساليت الظهر. دابا من ساليت الظهر غادي نقطع هادشي ديال الظهر، ما عندي ما ندير به، باش ناخذ دابا الامام. على الظهر دابا الامام خصني ناخذ له هاد التقويره ديال الامام هكذا ديال العنق لونكولور. صافي، دابا غادي نطبق عاوتاني في ثوب واحد اخر، غادي نطبق ديال الظهر. هانتوما شيا الظهر كبر من الامام. نفس العمليه، خديت قطعه ديال الثوب من هنا مسدوده، وغادي نحط فوقها الباترون ديالي ديال الامام. غادي نتراسي بنفس العمليه وغادي نقطع. هنايا راهم قد قد، من بعد ما طراسيت واش نجيبهم نفس الحجم، غير درت الظهر. هاد انا طراسيت الامام. صافي، دابا غادي نقطع. هذا هو الامام. صافي، هذا هو الظهر. ها هو الامام، ها هو الظهر. هكا كانوا عندنا في الباترون دو باس، كانوا عندنا هكذا دايرين. صافي، دابا انا خديت الامام وخديت الخلف. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير الكم. الوغ الكم غادي نديرو لكم في درس كيفاش الشرح ديالو. دابا غير غادي ناخد واحد الحاجه في هاد الفيديو، غادي ناخد واحد العبار. شنو خاصني اينا عبار اللي خاصني هنايا باش ناخدو الكم، عاد نوريكم الدرس ديال الكم شنو هو. المهم تتمشي تتقبطي هكذا بالمتر، تتقبطي من الاول وانتي موقفه هكا مع المتر، وتتبقى تدوري عليه، تدوري على داك ديال الامام، تدوريه 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 حتى توصلي للرقم اللي وصلتي ليه. صافي، المهم انا موقفه هكذا، راه عندي 23. ولا تمشي تبقى دايره ضربه هكذا شويه بشويه 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 حتى توصلي للرقم اللي عندك 23. دابا عندي انا
هذا فيه شحال 23 غادي نحتاجها باش نمونطي الكم. نعقل على هاد العدد. دابا ان شاء الله الحس في الفيديو اللي من بعد هذا غادي نوريكم كيفاش نديروا الكم وكيفاش نلاصقوا. مع السلامه.